تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صبحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا في برنامجكم صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. فحياكم الله جميعا. في البداية أحب أرحب بطاقم العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل. صبحكم الله بالخير جميعا. اليوم وياكم في الحلقة دكتورة عائشة البسطي. بداية مبروك عليكم الرحمة زخات المطر الصبح، الله يجعلها بداية خير لنهاية أسبوع الحمد لله، وإن شاء الله يستمر ويانا. بداية مثل ما عودناكم برامجنا متنوعة، برامجنا تفيدكم، مواضيعها مهمة تخدم الجميع سواء صحية سواء طبية. نقدمها لكم خلال برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله، مداخلاتكم تثري البرنامج وتهمنا بعد. بداية مثل ما عودناكم عنا فقراتنا المتنوعة، بداية أول فقرة عنا فقرتنا التقذوية. موضوعنا مهم اليوم بخصوص فوائد الكينوا. احنا عارفين الكينوا الحين ابتدى استخدامها كثير، سواء نضيفها للسلطات للمأكولات اليومية اللي ناكلها، والناس تهتم الحين بتغيير نمط غذائها، بتغيير حتى الأكل اللي تاكله. والكينوا من الأنواع الحبوب اللي ابتدت الناس تستخدمها بكثرة، نعرف فوائدها بس ما نعرف فوائدها جمة أو كثير من فوائدها. فاليوم إن شاء الله ويانا الأستاذة أمل إبراهيم أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن فوائد الكينوا. صبحت الله بالخير أمل. صباح النور. هلين. هلا حبيبتي. طبعا نحن عارفين الكينوا والناس ابتدت تستخدمها بكثرة هالفترة، صح؟ الناس عارفة أن جزء من فوائدها، وفي ناس عارفة فوائدها كلها، بس حبينا نتعرف أكثر عن الكينوا وفوائدها إن شاء الله. بس أول شيء حابة أعرفكم ما هي الكينوا. أيوة. تعريف الكينوا هي عبارة عن حبوب صغيرة الحجم تشبه البرغل، تحتوي على كميات من البروتينات والألياف والمعادن والفيتامينات، ولها تأثير على فائدة على صحة الإنسان. وتحتوي هذه الكينوا على كمية كبيرة من الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الدهون النافعة، النحاس، الزنك، والفيتامينات اللي هي فيتامين ها أو فيتامين با. ندخل الآن في تفاصيل الفوائد. اولا الفائدة الاولى للكينوا هي انها خالية من الجلوتين، وهنا مناسبة للاشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الجلوتين. غنية ايضا بالالياف، تساعد في عملية الهضم وتقليل الامساك، حيث يحتوي الكوب الواحد من الكينوا على 4 جرام من الالياف. فيها كميات عالية من البروتين، ما يعادل 8 جرام في الكوب الواحد، مناسبة للأشخاص النباتيين كبديل للحوم. أيضا تساعد الكينوا في تنزيل الوزن للأشخاص المهتمين بتنزيل وزنهم، لأنها غنية مثل ما قلنا بالبروتين والألياف، فيشعر الشخص بالامتلاء طوال الفترة في اليوم الواحد. وأيضا تحتوي على مضادات أكسدة عالية تساهم في محاربة الالتهابات، الاكتئاب والشيخوخة. ممتاز. أيضا لأنها تحتوي على البوتاسيوم، فتقلل من خطر الإصابة بالجلطات وتقليل ضغط الدم والكوليسترول، لأنها تحتوي أيضا على الدهون المشبعة مثل ما الدهون غير المشبعة والدهون النافعة اللي هي الأوميغا 3. تقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكري، وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم، وتنظم السكر إذا استخدمت بشكل يعني يومي وشكل منتظم. تحافظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، لأنها تحتوي على المغنيسيوم والفوسفيت والمنغنيز. ففوائدها كثيرة ومتعددة إذا استخدمناها بالكميات المطلوبة. نحضرها طبعا، نضيفها إلى السلطات. في ناس يستخدمونها الحين الورق عنب كبديل للرز.
في أشياء وايدة، حتى في أشياء السلطات وايد، كبديل حتى في للبرغل أو في السلطات الهاي. برغل، بدال البرغل تحطين الكينوا في التبولة. بالنسبة أستاذ أمل، بالنسبة للكمية الموصى عليها يعني يوميا يفضل كم؟ يعني أساس الواحد مرات في أشخاص تعتبرها شيء صحي فتزيد منها. كوب واحد يكفي، لأن الكوب الواحد فيه 200 سعرة حرارية، يعني شوي، يعني شوي عالية في السعرات الحرارية. يعني كوب واحد للشخص كوب بالنسبة واحد مثلا، مثلا في الفطور، بدال مثلا شريحتين من الخبز تقدرين تاخذين اثنين ثلث كوب، يكون ثلث كوب من للكينوا. الكينوا المطبوخة. أيوة يعني ما ناخذها قبل الطبخ وتكون كمية زيادة، بعد الطبخ ثلث كوب يعادل شريحة لشريحتين من الخبز. ممكن يتناولونها مع الحليب، يضيفون لها الفواكه المجففة، المكسرات. بالنسبة، لاحظنا في نوعين كينوا، في لون ييتش فاتح وفي لون غامق، في فرق بين الاثنين؟ الفرق في بس في يعني في الشكل وفي في الفترة اللي يطبخ فيها، يعني في الأحمر وفي الأبيض وفي اللي هو الشفاف. أيوة أكثر شيء يستخدمونه الحين الشفاف. الأسود يضاف للسلطات لأنه لما تطبخينه ما يتفتت معك، بسرعة، يحافظ على قوامه، ولونه بعد يعكس مع لون لونه السلطة. يعكس. صح، بس نفس الفوائد، ما بأن في اختلاف معين. ما في اختلاف في أي فوائد، بس في إن هذا يحافظ على قوامه، هذاك شوي يكون مثل قوامه يكون لين أيوة اللي هو الشفاف. بس هو الفرق أن القوام، بس نفس الفوائد. نفس الفوائد. أستاذ أمل، كلمة توجهينها لجمهورنا باختصار بخصوص الكينوا؟ الكينوا الحين يعني دارجة وايد ناس يستخدمونها، صح، فحاولوا انكم تستخدمونها في يعني شيء مفيد، وتقدموا وتحطونها في اطباقكم اليومية، في الفطور، في الغداء، في العشاء. تحاولون تدخلونها من بين الوجبات، بين الوجبات ايضا يمكن تدخلونها، بس استخدموها بذكاء لانها شوي عالية في السعرات الحرارية. يعني صح، لا يكون عندكم هوس ان كينوا وابغي اضعف وكذي. هي صح، زين، المعظم يمكن صح، يفكرها بهالطريقة، ان مو بان سعرات الحرارية تكون عالية. هي مفيدة صح، بس فيها سعرات حرارية، فاستخدموها باعتدال وإن شاء الله ما في أي ضرر. ونفس ما قلتي لي، الشخص الواحد كوب يوميا. كوب يوميا. أستاذة أمل إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مستمعينا، نفس ما سمعنا من أستاذة أمل بالنسبة للكينوا، الحين ناس وايد ابتدت تستخدمها، عندنا أشكال متنوعة منها، ألوانها مختلفة، طعمها حتى لذيذ وايد أخف من الأشياء الثانية، يعني مثلا أخف عن البرغل، أخف عن الرز، بس بعد يفضل أن نستخدمها بالتزان، لأن سعرات الحرارية نفس ما قالت أستاذة أمل مرتفعة، فبعد نحاسب وإحنا نستخدمها، ناخذها بس ناخذها بعد بالتزان، مو بأن نزيد فيها. وهالشيء جميل أن ابتدوا الناس يغيرون من نمط غذائهم، ابتدت أشياء ثانية تطلع عنا جديدة إلها فوائد، ابتدينا نستخدمها، يمكن ما نعرف فوائدها كاملة، بس إن شاء الله خلال البرنامج بنتطرق الموضوع موضوع يخص التغذية، يعرف الناس أكثر وأكثر عن فوائد الأشياء اللي يستخدمونها يوميا. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل وردي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. مواضيعنا اليوم متنوعة، خلصنا فقرة الكينوا اللي هي فقرة تغذوية، فقرتنا الصحية، حين فقرتنا الثانية بخصوص عام التسامح، فيها دخلت جزء من الألعاب الرياضية في عام التسامح. تنطلق يوم غد الجمعة بطولة عام التسامح لكرة القدم والكرة الطائرة التي تنظمها هيئة الصحة بدبي بمناسبة عام التسامح، وبمشاركة العديد من الفرق الرياضية اللي تمثل مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي. للحديث عن هالبطولة يسمى أن يكون اليوم ويانا في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات للأنشطة الرياضية والاجتماعية. صبحك الله بالخير أستاذ حمزة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. الله يسلم. يا هلا. الله يخليك. ممكن تعطينا فكرة عامة عن البطولة وليه متى بتستمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بعد ما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة عام 2019 عام التسامح وترسيخ أن دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وبالتالي لو رأينا عالم عام التسامح امتداد لعام زايد كان سنة 2018، وهذا يرسخ نهج أن الشيخ زايد كان تسامح، هذا ودولة الإمارات دولة تسامح. ونحن لو نفكر في عندنا حوالي 200 شيء جنسية موجودة، ونحن صح. الحمد لله متعايشين بها الجنسيات بكل التسامح، بكل ثقافاتهم، بكل شيء نوع من العدالة والتسامح، ونقبل آراهم أي شيء ثقافاتهم الموجودة في دولة الإمارات. وبالتالي الحمد لله إحنا في دولة الإمارات دولة متسامحين مع الجميع، الحمد لله، ونتعاون مع الجميع ونسمع آراء جميع الناس الموجودين في دولة الإمارات، الحمد لله، وحقوقهم مثل حقوق المواطنين الموجودين صح. محفوظين كل شيء. وبالتالي نشوف نحن الشعب جميع الدول هذا يجون دولة الإمارات يعرفون دولة الإمارات مدينة صح. متسامحة مع الجميع، وفي كل القطاعات بتشوف اختلاف الجنسيات والديانات فيها. لو تشوف بعد في عام 2016 أنشأنا وزارة التسامح على مستوى العالم، كان في دولة الإمارات أول دولة تنشأ وزارة التسامح، وبالتالي هذا دليل كبير أن دولة الإمارات دولة التسامح. صح، والجميل دخلتوا الرياضة بعد في هذا المنهج هذا. وبالتالي نحن في هيئة الصحة الحمد لله رب العالمين توجيهات معالي حميد القطامي أن جميع إداراتنا الموجودة في الهيئة أن نعمل مبادرات ومشاريع في عام التسامح، والحمد لله بس مش لجنة رياضية، جميع إدارات الموجودة في الهيئة يعملوا مبادرات، وكلكم تلاحظون في صح. مبادرات من كل الجهات الصحية، من كل الجهات مسوين كل واحد مسوي مبادرات حسب تخصصهم هذا لتثبيت المفهوم بعد وإبراز بشكل أكثر أن هيئة الصحة قائمين بهذا الشيء ومتفاعلين مع عام التسامح في عمل المبادرات، ونحن جزء لجنة رياضية جزء من هيئة الصحة في المبادرات. نحن نسوي مبادرة إن شاء الله باشر بدايته في 1/3 مبادرة التسامح في كرة السلة. كرة السلة مشاركين معنا جميع مؤسسات حكومة دبي تقريبا، مشاركين ويانا هيئة الطرق وبلدية أيوة. دبي وتاكسي دبي وديوة وموانئ دبي وإسعاف، وبالإضافة نحن فرق من هيئة. تكون هاي البطولة تاريخ 20/3 مارس. هذا دليل عشان نحن جميع دوائرنا وموجودين دوائر في جنسيات الثانية على موجودة، مو كلهم مواطنين يلعبون سلة، في جنسيات الثانية هذا نوع من التسامح، يكون تقارب وتواصل بيننا وبين دوائر الثانية. بالإضافة عاملين في نفس اليوم كرة الطائرة سيدات ورجال مع مستشفيات الثانية، مستشفى والكير، مستشفى الأمريكي، مستشفى سليمان الحبيب، مدينة مد كلينك، تأمين مدنة، MNC وتأمين، عملي مجموعة من الفرق موجودة، هذا في جنسين هنا الحين ممتاز. بيكون حوالين تاريخ 20/3، وبالتالي احنا كما تشوفين جامعين كلهم مع بعض جميع الجنسيات بيكونوا موجودين في خلال الفترة الجاية إن شاء الله. مستشفيات مختلفة بعد. مستشفيات بعد مختلفة الحمد لله، ونحن نشكرهم هذا كلهم اللي مشتركين ويانا، نقول لهم شكرا على تعاونكم ومشاركتكم معنا، هم بالتالي هم بعد يسوون بعض المبادرات اللي عندهم، بعد نحن كهيئة نشاركهم بعد يعني. صح، شيء جميل. أيه. بالنسبة شو الهدف أستاذ حمزة من هالشيء والرسالة لهاي البطولة؟ الهدف هو ترسيخ نوع من التسامح الموجودة في دولة الإمارات بين هالفئات الموجودة، شو ما قلت لك أنا الفئات الموجودة مو بكل جنسية واحدة، مو بالمواطنين بس، في جميع الجنسيات، في الفلبيني، في الهندي، في جميع الجنسيات، ما بقول أسامي، في أجانب دول أوروبية موجودين كموظفين من هالدوائر، وبالتالي كل مشارك يعني ويانا موانئ دبي مشاركين ويانا السنة بعد. وبالتالي هذا رسالتنا أنا لكل الناس، يعني نحن كدولة الإمارات دولة تسامح. الحمد لله. نتحدث بعد أكثر عن الأنشطة والفعاليات اللي بتنظمها الهيئة خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. نحن الفترة الماضية شاركنا في معهد دبي القضائي في كرة القدم. أيوة. بعد نفس الشيء عام التسامح، بطولة التسامح في كرة القدم. كانوا معهد دبي القضائي مسوين، شاركنا وياهم. شاركنا في مليحة، شاركنا في سبارتن ريس ومرموم سبارتن ريس من موظفين الهيئة. اللي جاي البطولتين عندنا يوم الرياضي الوطني. إن شاء الله. اللي بيكون تاريخ 7/3 إن شاء الله. وعنا نحن اللي مسوين في عام التسامح عام مسيرة التسامح،
هاي المسيرة بتكون على مستوى كبير في مدينة دبي، بيشاركون جميع الجنسيات. نحن متوقعين يكونون 6,000 7,000 شخص يكونوا موجودين. بكون مسيرتنا من مستشفى راشد لحديقة الحور إن شاء الله، إن شاء الله يشاركون جميع الجنسيات الموجودة بالتعاون مع الشرطة إن شاء الله، مع بلدية دبي ومع هيئة الطرق كلها ومدارس الخاصة. نحاول نجيب كل الجنسيات يكونوا موجودين في هاليوم، نطرش رسالة إن إحنا في دولة الإمارات مدينة التسامح وكل الجنسيات مشاركين ويانا، إن شاء الله نكون شكل كرنفال في هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة اللي حاب يشارك في هالأشياء سواء كانوا من هيئة الصحة كموظفين فيها أو غيرهم، كيف يقدرون يشاركون؟ والله في هذا الموضوع إحنا في أونلاين بننزل، أيوة، كموقع اللي بيسجل ممتاز، أي عدد يسجلون ما في مشكلة، ما في مقابلة رسوم شيء يعني، يسجل. وأنا من هالمكان بعد بدعي جميع الموجودين على أرض دولة الإمارات ومدينة دبي أن يحب يشارك، يشاركنا في تاريخ 22/3 صباحا، ويكون يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 مساء صباحا، وأي حد يبغى يشارك أهلا وسهلا فيهم. يعني في 22/3 إن شاء الله 22/3 تكون أي فعالية؟ فعالية مسيرة التسامح. التسامح إن شاء الله. هاي دعوة للجمهور للجميع، إن شاء للجميع المقيمين على أرض دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة. بتكون بتبتدي من مستشفى راشد إن شاء الله لين حديقة الخور. داخل حديقة الخور في بعض الكرنفال في فعاليات داخل. أعمار معينة ولا مفتوحة؟ مفتوحة مفتوح للجميع. للجميع شيء جميل صراحة. جميع الجنسيات إن شاء الله. شيء جميل صراحة أن الواحد يعني حتى الرياضة يعني تجمع بين الجميع. بين الجنسيات. درستوا هالشيء بطريقة جميلة وبطريقة كبيرة أن الرياضة تجمع حتى بين الجميع. وأنتم مدعوين شاركون. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهها أستاذ حمزة. كلمة أخيرة دعوة أن أشكر جميع المسؤولين في الهيئة على رأسهم علي حميد القطامي وإدارة الإعلام وكل الموظفين في هيئة الصحة، نقول لهم مشكورين لدعمكم للجنة الرياضية، وهذا ولولا أنتم كان ما في بروز لجنة رياضية. أشكركم شكرا يعني. للجمهور لمستمعينا والموظفين هيئة للموظفين الصحة للجمهور أقول لكم أهلا وسهلا بكم في مسيرة تسامح تاريخ 22/3 إن شاء الله المستشفى راشد، وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله. حياك الله أستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياكم، مشكورين. مستمعينا الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم موضوع مهم مثل ما عودناكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نذكركم مرة ثانية تاريخ 22/3 إن شاء الله بيكون يوم الجمعة بخصوص فعالية عام التسامح اللي بتنظمها هيئة الصحة بدبي، بتكون من مستشفى راشد لين حديقة الخور، فحياكم الله جميعا. شيء جميل، شيء أن ندمج كل شيء في حياتنا مع التسامح، نعيش بطريقة يومية لأن هذا جزء أصلا من حياتنا، يعني حتى الرياضة جزء من حياتنا. فشيء جميل المبادرات اللي سوتها هيئة الصحة بدبي، دمجت عام التسامح وبرزته بطرق ألعاب رياضية ومباريات حتى رياضية. فتحية لهم وتحية الأستاذ حمزة عباس بخصوص التنظيم. نرجع الموضوع مهم بعد عنا اليوم اللي هو دراستنا اليوم بخصوص الحوامل والنوم في فترة الحمل. تقول الدراسة نوم الحوامل أكثر من 9 ساعات يهدد حياة الجنين. حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل قد يهدد بولادة جنين ميت أو حدوث إجهاض للحمل. وراقبت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة ميشيغان الأمريكية حالة 153 امرأة عانين من ولادة جنين ميت بعد 28 أسبوع من الحمل، بالإضافة إلى 480 امرأة أنجبن أطفالا أحياء خلال نفس فترة الحمل. وتوصل الباحثون إلى أن نوم الأمهات الحوامل لأكثر من 9 ساعات يعرضهن لخطر ولادة جنين ميت مقارنة بمن يقضين 7-8 ساعات فقط من النوم ليلا، وهو المعدل الطبيعي للنوم.
كما لاحظوا أن ضغط الدم عند الأم يصل إلى أدنى مستوى له أثناء النوم، ولكن عندما يستيقظ الشخص ما هناك طفرة في نشاط الجهاز العصبي تسبب زيادات عابرة في ضغط الدم. وقالت الدكتورة لويز أوبراين قائد فريق البحث، رغم أن الاستيقاظ لبعض الوقت أثناء الليل قد يثير قلق النساء الحوامل، إلا أنه في سياق الحمل يبدو أنه إجراء وقائي للحفاظ على حياة الجنين. وأضافت أن هناك عوامل قد تتسبب في ولادة جنين ميت، منها التدخين، عمر الأم المتقدم، ومرض السكري والسمن المفرطة، وتعاطي المخدرات وغيرها من الأسباب. دراسة جميلة صراحة من ناحية كثير من النساء خاصة الحوامل يعتبرون الحمل كفترة أن الوحدة ترقد قد ما تقدر فيه، ترتاح قد ما تقدر فيه، ما تقدر حتى بالنسبة للأكل تأكل بكمية كبيرة أساس تغذية الجنين، بس بالنسبة للحمل ما هالشيء بس فيه أشياء وايدة. حركة الأم ترى مهمة في فترة الحمل، حتى نوع تغذيتها تكون وايد مهمة، هذا كله يأثر على الجنين. فحركتها المداولية، يعني الحمل ما بأن طفرة الوحدة ترقد فترات طويلة، بالعكس تمارس حياتها الطبيعية نفس ما هي بالضبط. حركتها بالعكس في تمارين رياضية مناسبة للحوامل تقدر الوحدة تمارسها، بالنسبة حتى الوزن ما بيزيد بكمية كبيرة في خلال فترة الحمل، أو حتى نسبة السكر ما بتكون، يعني النساء الحوامل معرضات للسكر أكثر من غيرهم. حتى الأكل تاكل عادي، يعني تاكل الأشياء الصحية اللي هي متعودة تاكلها أصلا، مو بأنه تزيد بكميات كبيرة، تركز على أشياء معينة مثل معادن الحديد، أشياء معينة لها لمصلحة الطفل أو الجنين اللي في بطنه. بس ممارستها للرياضة، رياضات معينة مو بأي رياضة بالنسبة للحوامل، حركتها اليومية بالنسبة لنومها يكون بالمعدل الطبيعي. مرات صح معظم الحوامل بتشتكي من آلام في جسمها، هذا نتيجة للهرمونات، تغير الهرمونات اللي في الجسم فتأثر على العضلات، فبينعكس أن عندها آلام في جسمها طول الوقت فتبغي ترتاح قد ما تقدر. بس يفضل أنها تمارس حياتها الطبيعية مثل ما هي. بالنسبة لفقرتنا الجاية عام الابتكار، عارفين كلنا أن هذا الشهر الحمد لله كان شهر الابتكار، في أشياء وايدة تسوت في هذا الشهر. الابتكار شيء أساسي استوى في حياتنا، يخلينا نبتكر الأشياء قبل ما توصل ونطبقها على أرض الواقع. ضمن مشاركتها فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تستعرض هيئة الصحة بدبي من خلال منصتها بمنطقة السيتي ووك حزمة من برامجها ومشاريعها ومبادراتها الذكية الهادفة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. للحديث عن بعض هذه المبادرات يسرنا أن يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ خلود آل علي، مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير خلود. صبحت الله بالنور دكتورة. هلا حبيبتي، شخبارك؟ أهلا تمام الحمد لله، أنت شخبارك؟ الله يسلمك. خلود، هيئة الصحة بدبي تستعرض خلال مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات الابتكار نظام إدارة الطوارئ الطبية. صح. ممكن تعطينا فكرة عن النظام وأهميته بشكل عام، خاصة أن الطوارئ شيء أساسي عندنا في خدماتنا الطبية؟ أوكي. نظام إدارة الطوارئ هو نظام الذكاء الاصطناعي، يعطي معلومات حية عن توفر كافة الموارد والمرافق الصحية في المستشفيات في إمارة دبي. أيوة. سواء كانت مستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة، بحيث أن لما تصير لا سمح الله مثلا حادث ويكون عندنا مثلا عدد كبير مثلا من المرضى. أيوة. الحين شو يصير مثلا؟ الإسعاف يتواصل مع المستشفى عن طريق التليفون، يقول لي أنا بجيب لك هالمريض في حالته كذي مثلا، وعشان المستشفى يستقبله. النظام هذا اذا تواجد في سيارات الاسعاف وتواجد في المستشفى، يخلي سياره الاسعاف تودي المريض لاقرب مستشفى متوفر فيه الاسره اللي تناسب حاله المريض. ممتاز. مثلا لو كانت حاله المريض مثلا في يعني مريض في حرق، يعني في حريج في حريجه، عاده يودونهم مثلا مستشفى راشد. يمكن مستشفى راشد في هاك الوقت يكون فولي اكيبايد وما في سرير.
صح ومزدحم. فبدل ما انا اوديه واضيع وقتي هناك، لا الجهاز يعني النظام بيقول لي لا وديه المستشفى الثاني، لان المستشفى الثاني متوفره فيه الاسره وبيستقبلون المريض بشكل اسرع. ممتاز. شو دور هالنظام في تحقيق الأمن الصحي عندنا في دبي؟ أولاً لأن أنت عارفة الثواني تأثر في حياة المريض، وايد يعني صح. خاصة يعني اللي يتعرضون لحوادث وشي لا سمح الله، الثواني تأثر فيهم، الحالات الجلطات مثلاً الدقيقتين it makes a difference يعني. فأنا إذا عندي هالنظام أقدر أوصل فيه المستشفى عشان ياخذ المريض للمستشفى عشان ياخذ الرعاية اللي هو محتاجينها بشكل أسرع، وبنفس الوقت المستشفى بتكون جاهزة لاستقبال المريض لأن نفس الشاشة بتكون متواجدة في المستشفى، اللي في الطوارئ دكاترة الطوارئ يقدرون يعرفون الحين بتيهم السيارة فيها هالمريض، فيها عدد المرضى هذيل والكاتيجوريز مقسمة مثلا هاي ريسك لو ريسك، عرفتي؟ ممتاز. فبيكونون مستعدين قبل ما يوصل، يعني لا يحتاج الواحد يسوي اتصالات ولا شيء. على طول يكون التواصل بين ايه الإسعاف وبين المستشفى نفسه، ايه على طول، وكلته يكون لايف، تعرفين؟ يكون في نفس في فوايد اللحظة نفسها. في اللحظة نفسها. التغطية بتكون بالمستشفيات الحكومية فقط ولا كذلك ضفت لا نحن المستشفيات نبغي الخاصة؟ الخاص والحكومة، بس الخاص طبعا اللي عنده جاهزية للطوارئ، مو بالخاص اللي مثلا ما يستقبل حالات طوارئ، لا يعني فئة المستشفيات الخاصة معينة، الكبيرة. هي فئة معينة اللي عندهم بالنسبة لي طب الطوارئ بس. صح. بالنسبة لعيادة التطبيب الذكي، ممكن تحدثينا عنها وكيف استخداماتها؟ اوكي، عيادة التطبيب الذكي هي عيادة ذكية تعتمد على التطبب عن بعد. اللي يصير هي مثل شيء كابينة مسكرة فيها أيوة شاشة وفيها كل الأجهزة اللي محتاجها الطبيب حق فحص المريض عشان يعطيه استشارة أولية. أي فيدخل المريض العيادة هذه لس يتواصل مع الطبيب عن طريق شاشة موجودة في العيادة هذه، يعني أنا هذه العيادة ممكن أحطها مثلا في مركز، ممكن أحطها في مول، ممكن أحطها مثلا في مقر عمل أو في أي جهة حكومية. يدخل الشخص يحط الاي دي كارد، معلوماته كلها تكون في ال يعني تطلع على الجهاز نفسه. عقب الدكتور يقدر يكلم المريض وهو جالس على الكرسي، الدكتور يمكن يكون في عيادة في مستشفى، ايوه ويقدر يسوي الفحوصات كلها عن طريق الأجهزة اللي موجودة داخل الجهاز. لازم يكون فيه تقني موجود مع المريض داخل بحيث إنه يساعد المريض عشان يسوي مثلا يحط له الاستيثوسكوب، يحط له الوايرات مال الاي سي جي، والجهاز بعد متوفرة فيه خاصية إنه يقدر يسوي فيه فحوصات دم يعني عدة وياخذ النتائج اون سبوت في نفس اللحظة. فخلال ربع ساعة بس الدكتور يقدر يشوف النتائج ويعطي المريض استشارة أولية ويعطيه وصفة طبية. ممتاز، ويكون خلال زمن قياسي يعني 15 دقيقة. نحن نشوف الهدف من هالنوع من الخدمات أن نقلل أول شيء الضغط اللي يصير في المراكز الصحية، صح. وبعدين عشان نوفر الخدمة للمجتمع في كل مكان. عرفتي مثلا في مراكز التسوق في الأماكن العامة، أنت أوقات مثلا ما تكون في عيادة قريبة مثلا، فأنت تبين توفرين الخدمة بشكل أسرع للمرضى يعني. للمرضى، ويكون مرات الواحد يقولك مشغول ما أقدر أسير العيادة ايه ما ابغى اصير وبنتظر، اثريا وما ابغى ما ادري شو، عرفتي؟ فبهالشيء حتى توعية المرضى بتزيد، المريض أو صح. حتى المراجع يعني يحس بأي شيء يقدر يدخل في الكابينة اللي وصفتيها ايه بالنسبة وبعدين اذا للتطبيب صار اي الذكي. شيء يعني اذا الدكتور حس انه لا المريض هذا لازم يصير المستشفى، اكيد هي يعني بيقول له لا ان العلاج هذا لازم يكون في المستشفى وبوجهه انه يروح لاقرب مستشفى، عرفتي؟ الدكتور يكون في مكان ثاني خلود ايه صح؟ كان ثاني صح. ويكون في اتصال بين الطبيب وبين ايه المريض اتصال نفسه اللي مباشر في فيديو الكابينة. كول صح. زين، يكون اتصال نظري ولا بس بالنسبة له يكون سمعي؟ لا لا فيديو كول يكون نظري. فيديو كول، ممتاز. ايه انزين، شو الأمراض اللي يقدرون يسووا لها يعني يكشفون عنها في هذا التطبيب الذكي؟ شوفي التطبيب الذكي هذا اول شيء ممكن نحط يكون الدكتور جنرال براكتيشنر اللي يشوف المريض، نفس مثلا الدكاتره المتواجدين في المراكز الصحيه الاوليه. أيوة وفي نفس الوقت ممكن يعني في الاختصاصات الثانيه، يعني كيف اول شيء نحن نصير نشوف الجي بي، عقب الجي بي هو لا يحوله يقول له انت لازم يشوفك اي ان تي. الجهاز نفسه الكابينه هاي مزوده فيها الاجهزه اللي محتاجينها الاي ان تي سبيشالست، فيها بعد الاجهزه اللي محتاجينها دكتور العيون عشان يشوف العيون.
ممتاز. عرفتي؟ ففيها وايد من الأجهزة اللي تساعد مثلا هالاختصاصات. خلود، بالنسبة لي كيف الطبيب، يعني يمكن تتبادر أسئلة فعند المستمعين، أن كيف الطبيب بيفحص المريض؟ هو بس بينهم فيديو كول؟ أوكي، لأن يعني الدكتور يشوف المريض وفي أيوة. الستيشن نفسه في ممرض، فأحيانا مثلا الدكتور يبي يسمع دقات القلب، الممرضة بتحط الستيثوسكوب وعلى على مناطق الجسم اللي الدكتور محتاجنها. أيوة. الدكتور مثلا يبي يشوف الأذن فتحط منظار الأذن مثلا في الأذن، والدكتور يقدر يشوفه كل شيء لايف. الحين يوم يسوون حتى البلاستس ياخذون الفينجر بريك، اي على طول النتائج بتطلع يعني من الجهاز على الشاشه اللي موجوده عند الدكتور، نتيجه الفحص على طول تطلع. هي على طول، لان كل شيء مترابط في الشاشه، الاجهزه هاي كلها موصوله بالشاشه، بالشاشه المريض وشاشه الطبيب في نفس الوقت. اي صح. هي بالنسبة للفحوصات اللي تنعمل فرضا، يعني فحوصات الدم بعد تنعمل فيها؟ هي فيها فحص الدم اللي هو CBC، فيها فحص الكوليسترول، فيها ال HbA1c، وفيها أيضا فحوصات الهرمونات بعد. هالأشياء كلها تكون موجودة فيها؟ هي موجودة فيها. والمريض يقدر يستخدمها بس خلال وخز الإبرة أو بيكون الممرض موجود طبعا؟ هي لازم، ترى لازم الجهاز هذا يكون في ممرض، لأن المريض ما بيقدر، يعني تعرفين مثلا ECG، وايرات ECG ما بيقدر صحيح يحطها. فاهم. البريك مال الدم نفس الشيء، انت محتاجة يعني الجهاز هذا جهاز كامل، بس محتاج ان النيرس تكون موجودة. وشيء جميل ان خلال 15 دقيقة يعني الفحص مع التحاليل، يعني هيوفر وقت ناس وايد، حتى يوفر وقت ناس حتى القلق اللي يحسون فيه بعد التحليل شوي يكون اقل، يعني اذا بتطلع النتيجة بسرعة. ايه صح. وبعدين في ناس قلت لك ما تحب تصير العيادات، يعني تتعايد كثير مثلا، لكن لا، مثل هالتكنولوجيا يعني في وايدين يحبون يدخلون يحبون يشوفون، عرفتي، بحيث انه حتى ما بيتريون على طول اصلا. هي. يعني معظم الناس اول ما تسوي التحليل تحس بقلق لما تطلع النتيجه، بس بهالطريقه يعني كنتيجه سريعه، يعني حتى الواحد يكون مطمن. ايه صح. خلود، العيادات موجوده في المنصه، يعني المشاهدين يقدرون يروحون يشوفونها. ندعو الجميع صراحة أنه يروح يشوفه، يتعرف على التقنية الجديدة، لأنه شيء جميل صراحة أنه في نفس الوقت يكون كتطبيب عن بعد أشياء وايد تقدر تسويها في لحظات ودقائق معينة. شو أهمية وجود مثل هالعيادات ودورها في تقديم الرعاية الصحية؟ أول شيء أن توصل الخدمة حق المجتمع بشكل أسرع، ثانيا نخفض الضغط اللي يصير في العيادات، بعدين انت عندك يعني مثلا انت عارفه مجتمعنا، يعني كل حد يعني تعرفين وي هاف ا بيزي لايف، واكثر يعني تعرفين في وايد ناس ما تحب تسير العيادات، مثلا الحين انا في مول مثلا شوي تعبت وشي بتعايز اسير العياده، لكن لو انا في المول وفي عندي هالعياده المصغره اكيد بسير لها بشكل يعني احسن من ما اني اقول اوه مو متفاجئه ما بسير العياده، عرفتي؟ ايوه صح. فبتوصل يعني بنوصل الخدمه حق المجتمع بشكل اسرع، وبنوفرها يعني بتكون متواجدة في كل الأماكن العامة مثلا، وتكون مثلا يعني في المولات أماكن ثانية بتكون متوافرة فيها. هي نحن ما نبغى نحطها في مستشفيات أو عيادات، لأن أوريدي الخدمة موجودة. صح. نحن نبغى نحطها في الأماكن اللي ما فيها مثلا عيادات قريبة أو مستشفيات قريبة، عرفتي؟ صح. تكلمتي عن الوصفة الطبية، الوصفة الطبية الوصفة كيف؟ على طول من مثلا الدكتور يعطي استشارة، الوصفة الطبية على طول توصل للمريض للموبايل في نفس اللحظة، يعني حتى ما نحتاج نطبع أوراق أو أي شيء، عرفتي؟ يعني يدخل رقمه المريض أول ما يجي، ممكن تعيدينا بالضبط المريض أول ما يجي شو الأشياء اللي يقدمها، شو اللي الهوية يحطها؟ الهوية الإماراتية. أيوة. يوم يحط الهوية الإماراتية طبعا في معلومات لازم يدخلها، مثل الإيميل، رقم الموبايل، وهالأشياء الأساسية. عقب يدخل يسوي الفحوصات، يأخذ الاستشارة، عقب الوصفة الطبية على طول توصل على الموبايل عن طريق الإيميل أو المسج. هي. وحتى في ابلكيشن، يعني انا اقدر انزل الابلكيشن التابع للعياده هذه، عقب خلاص كل الفحوصات وحتى النتائج تطلع عندي. الابلكيشن الحين موجود اذا في حد يبغى ينزله ولا بعده؟ يعني في لا ما حد يروم ينزل الحين، بس هو فيها الخاصيه، عرفتي؟ ممتاز. حطينا حق العرض. يكون كابلكيشنز الواحد ينزله يدخل معلوماته فرضا فيه، ها،
وبعدين يعني فرضا حد ارتاح، ومعظم الناس اكيد بترتاح بهالطريقه، ان تعرفين يعني انا ما بجلس اتريا، خاصه انه اذا انا بس فحوصات او وعكه بسيطه كانت فيه، فاسهل لي من اسير العياده، اسجل، انتظر الفحص، شيء يعني وايد بيسهل الامور. فاذا شخص نزل ابلكيشنز ويكون مثل ريكورد عنده في تليفونه، صح او في عن حالات، قولي لا عن حالات كاملة، يعني حتى ريكورد يكون الطرشون ريكورد للمريض بخصوص حالة اليوم، شو كان فيه، شو الفحص طلع. ترى هي يعني إذا أنا منزل أب المعلومات اللي بحط أسويها والفحوصات كلها بتترجم وبتكون موجودة عندي في الابليكيشن، فيوم بدخل الابليكيشن بيقول لي هي أنا نزلت العيادة في هاليوم كانت هذه نتائجي ممتاز وكانت هاي الوصفة الطبية، عرفتي؟ ممتاز. كلمة حابة توجهينها خلود خلال إذاعتنا، خلال للجمهور يعني؟ للجمهور، للجميع. أتمنى من الجمهور أن يزورون منصتنا، منصة صحة الابتكار، بما أن اليوم أصلاً آخر يوم، عشان يتعرفون على عيادة الطبيب الذكي هاي ويشوفون مميزاتها. يعني أنا الحين تكلمت عنها بس، لكن يوم يشوفونها بالنظر راح ينبهرون فيها أكثر. صح، بتكون مختلفة تماماً، لأن الواحد صح شيء جديد وتقنية جديدة وأول مرة يمكن تتطبق بهالطريقة. صح، فشي ونحن في صحة دبي كل الابتكارات اللي نبها تكون لهدف واحد، أن نحقق مجتمع أكثر صحة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله ندعو الجمهور إن شاء الله أن يتواجدون، يكونون في المنصة، يشوفون عيادة التطبيب الذكي كيف تشتغل وكيف تكون، واللي حاب يجرب يقدر يجرب، يعني يشوف يقدر يجرب فحوصات معينة، لأن إحنا تعرفين فاتحين بس للأرض ما حاطين تعرفين كل الفحوصات، بس يقدر من يلفته يعني في كم الفحص يقدر يسويه، بس يقدر يشوف الأجهزة اللي موجودة فيه حق كل الفحوصات، يعني لأنه يوم بيدخل بيشوف كل الأجهزة موجودة، بس يقدر يجرب كذا فحص وهو يالس في العيادة. شيء جميل، شيء جميل. أستاذة خلود وانت بعد دكتورة مري علينا إن شاء الله، إن شاء الله. شيء جميل، أنا شايفتنا بس بعد حابة أشوفه أكثر، لأن شفته أول بدايته هي، بس حابة أشوفه أكثر الحين لأن أكيد بيكون مختلف تماما. صح، وشيء جميل صراحة، وأن الواحد يوصل أشياء متقدمة طبيا وتسهل للجميع. صح، في أي مكان يقدر يسويها. صح، صح كلامك. شكرا أستاذة خلود آل علي، مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. العفو دكتورة، مشكورة. الله يخليك حبيبي. يلا مثل ما حدثناكم، حدثتكم الأستاذ خلود عن مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار، صراحة مشروعين كل واحد أهم عن الثاني. هو بالنسبة لنظام إدارة الطوارئ من أهم الأشياء صراحة، أنك أنت تنقذ حياة مريض خلال دقائق، أنك تغير من مستشفى لمستشفى، لأن مرات حتى هالدقائق تفرق بالنسبة لكل مريض. وبالنسبة لعيادة التطبيب الذكي، زوروها وشوفوها اليوم آخر يوم، شيء مبتكر وشيء جديد وشيء جميل صراحة. التطبيب عن بعد شيء من الأشياء الجميلة اللي برزت وطلعت في الطب، يعني الواحد يمكن يستغرب عنها بس أول ما يشوفها وبيحس بأهميتها وبيشوف أنه بالعكس مشت ويعني ساعدت ناس وايد قصة التطبيب عن بعد. وبخصوص التطبيب الذكي صراحة شيء جدا جميل، بخصوص الكابينة، الفحوصات، فندعوكم أنكم تسيرون تشوفونها وتشاركون وتجربون بعد بخصوص التطبيب عن بعد أو التطبيب الذكي، تشوفون كيف البروسس أو العملية تحدث من البداية لنهاية. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية البرنامج، نتمنى لكم إجازة آخر أسبوع سعيدة إن شاء الله وممتعة، وكلها ما نقولكم بس كلها إنجازات شيء الشخص يحب يسويه. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في نهاية البرنامج. أشكر طاقم العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الأخراج عيسى سبيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.